مرحبا بكم مشاهدي الكرام. بثت قناة العربية في الأسبوع الماضي تقريرا مصورا حول تلفزيون الأهواز، وتحدثت فيه عن أهمية هذا المنبر الإعلامي الأهوازي الوحيد بالرغم من صغره وقلة بثه، كما أشارت القناة بهذا التقرير إلى العقبات والمشاكل التي واجهت التلفزيون خلال الفترة الماضية. لذا نبث عليكم اليوم سادة المشاهدين هذا التقرير المصور من تلفزيون العربية، كما سنعيد عليكم بعد برنامج مختطفات التقرير المصور لمؤتمر جنيف الذي شارك فيه الوفد الأهوازي بنشاط ملحوظ، وألغى الدكتور كريم بني سعيد كلمة الوفد في هذا المؤتمر، وذلك تلبية لطلب الكثير من متابعي تلفزيون الأهواز. فنشاهد معا. في لندن يواجه أصغر تلفزيون عربي على الإطلاق أكبر التحديات في محاولاته إيصال الصوت العربي إلى الأهواز، المنطقة الإيرانية المطلة على الخليج التي يقطنها أكثر من 5 ملايين عربي. محمد شبارو زار مقر التلفزيون في لندن ووافانا بهذا التقرير. ليست هذه منطقة إنتاج تلفزيوني، بل مجرد حي سكني في جنوب شرق العاصمة البريطانية لندن. ونظرة أقرب خلف هذه الستارة تجد أصغر غرفة إعداد وتسجيل تلفزيوني، إنه تلفزيون الأهواز، نشرة إخبارية سياسية ثقافية واجتماعية طولها ساعتين، تبث أسبوعيا عبر قناة كردية إلى حوالي 5 ملايين عربي أهوازي. فالسلطات الإيرانية حسب القيمين على المشروع لا تسمح باستخدام اللغة العربية أو فتح قنوات تلفزيونية محلية تعكس خصوصية المنطقة ضمن التنوع العرقي واللغوي الإيراني. انطلق التلفزيون على أساس يكون يمثل الصوت الأهوازي المظلوم، اللي يعني ما حد يساعده ولا أحد يعتني بهاي القضية بمستوى حجمها الإقليمي والاقتصادي على المنطقة. بث التلفزيون بدأ في العام 2004 بعد أحداث عنف شهدتها منطقة الأهواز. صاحب المشروع كان الناشط منصور الأهوازي الذي حضن عملية التمويل والتأسيس، ثم اعتمد التمويل على القدرات الفردية للأهوازيين في المهجر. منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية وغام النظام بتطبيق سياسة التفريس ومحو الهوية القومية للشعب العربي الأهوازي، إلى أن وصلت في السنوات الأخيرة إلى ذروتها ووصلت إلى حد التطهير العرقي.
تحت شعار نقاوم بلا ضغينة ونناضل بلا عنف، يشجع تلفزيون الأهواز الثقافة وحماية الهوية العربية والتسامح ونبذ العنف لانتزاع حق التمثيل والاعتراف بأقليات إيران وعرقياتها ضمن المكون الإيراني، خصوصا وأن العمال الأهوازيين العرب في قطاع النفط شاركوا وبقوة في الإضرابات التي سبقت الثورة الإسلامية للإطاحة بنظام الشاه قبل 30 عاما. جهود فردية وجماعية لإبقاء برامج القناة على الهواء ومحاولات إيرانية لحجبها، كلها أمور تزيد القيمين إصرارا على مواصلة المشروع. محمد شبارو، العربية، لندن.